انطلاقة شوطنا الحادي عشر في مجموع المسيرة وفي الأمسية التراثية الجميلة التي نتابع منها هذا الانطلاق. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نسير بكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. الصدارة والمقدمة والمركز الأول، من تفتتح الصدارة والمركز الأول في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. تأتينا الشاهد عامر عبد الله بن حروم المحل منطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المنطلقات تأتينا هنا حفلة خلفان بن علي بن سالم الشامسي، من تأتينا هنا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا طيلة عبد الله مطوع ضاغط تأتينا المركز الثالث المايدية سعيد محمد الخيالي، من ينطلق على المركز الرابع المركز الخامس بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. هنا الوصول في هذه اللحظات من شعار بن مفتاح القادم بهذا الأداء الجميل والتحدي. مشاهدينا الكرام والقادمة هنا مياسة علي بن راهد بن مفتاح الشامسي، ووصلت العنود عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري بهذا الأداء المميز والجميل والتحدي. سادس مراكزنا حفلة خلفان بن علي بن سالم الشامسي، وفي المركز السادس أو المركز أرعم المركز السادس بهذا الانطلاق الجميل أو سابع المراكز. المركز السابع هنا سديم علي بن حمودة بن علي الظاهري مع سديم بهذا الانطلاق المميز والوصول. هنا سيادة محمد بن حمد بن سالم الدرعي تاتينا ثامنا، وفي المركز التاسع الشايبة سالم بن حمد بالعود العامري، وعلى المركز العاشر والقادمة هنا وتتدخل بكل قوة سلهودة الدحام بن مسلم بن عبد الله المزروعي، من تأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ضعناها على حضراتكم. لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وانطلاقة. هناك صدارة المقدمة والمركز الأول مياسة العود على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. علي بن راشد بن مفتاح الشامسي هي المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المايدية في المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن حمدش الخيالي تأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث العنود عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري المنطلقة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الذيبة عبد الله بن يمعة بن خميس رغويص السويدي مع الذيبة على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الهبوب وأول إذاعة للهبوب حمد بن علي بن جابر بن حنزاب المري، من ينطلق مع الهبوب في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. من الجانب الآخر أرى تسلل جميل هناك أيضا الدحام بن مسلم بن عبد الله المزروعي مع سلهودة تنطلق بهذا الأداء سادسا، وفي المركز السابع اسديم علي بن محمود بن علي الظاهري، ووصلت هنا روعة حمدان بن راشد بن سعيد بن راية المري هنا بهذا الانطلاق المميز والجميل والتحدي والإثارة. بالعود قادم أيضا هناك بهذا الانطلاقة شعار العود من حمد بن عود العامري، من تأتينا هنا بهذه الانطلاقات المتميزة. لمسافري قادم على تاسع المراكز مع الشاهنية سالم بن سعيد بن علي لمسافري، وفي المركز العاشر هنا مع بن حيرة بن عزيز هنا قادم بهذا الأداء الجميل والتحدي مع الوثبة محمد بن خير بن عزيز الشريفي. ولكن أعود إلى
مياسة على الصدارة، مياسة على المقدمة، على المركز الأول، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي من ينطلق مع مياسة على الصدارة، مياسة العود تنطلق بالصدارة بالمقدمة بالمركز الأول، ها هي تشاهدونها على صدارة هذا الشوط، المركز الثاني والانطلاق هنا على المركز الثاني من قبل هنا الشاهينية أو الذيبة عبد الله بن يمعة بن خميس الغويص السويدي والمسافري قادم مع الشاهينية سالم بن سعيد بن علي لمسافري على المركز الثالث وفي المركز الرابع مع بن نصرة هنا المنطلق مع غازي محمد بن صالح بن نصرة العامري ولكن مياسة على الصدارة مياسة على المقدمة على المركز الأول تنطلق بصدارة هذا الشوط مياسة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي هي المسيطرة على زمام الأمور المسيطرة على الصدارة على المركز الأول منفردة بصدارة هذا الشوط بهذه الانفرادة ولا أروع على الصدارة على المقدمة على المركز الأول المركز الثاني الذيبة عبد الله بن معبد خميس الغويص السوادي مع الذيبة على المركز هنا الثاني والمركز الثالث المنطلقة هنا غازية محمد بن صالح بن نصرة العامري ولكن الصدارة سلام زاهر سلام مع هذا الأداء الجميل والتحدي تهانينا العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على هذا الأداء الجميل هنا ولحظة الوصول لحظات هنا اقترابها من السيل منطقة الحزام الأخضر تهانينا والناموس العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على فوز مجاسة بالمركز الأول تهانينا والناموس ولحظة الوصول المركز الثاني وصلت الذيبة عبد الله بن معبد خميس قويس المركز الثالث العنود عبد الله بن سعيد مبروك الحميري المركز الرابع الهبوب حمد بن علي بن جابر بن حزاب المري وفي المركز الخامس الشاهينية من وصلت هناك سالم بن سعيد لمسافري بن على المركز الخامس هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى ونعود إلى التوقيت الزمني مع أبو عدنان هنا مخرج هذا النقل الجميل هنا ولحظة الوصول هنا أيضا لمجاسة 7:40 أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على هذا الأداء المميز لمجاسة سلام زاخر سلام مدينة العين على هذا الأداء الجميل بينما المركز الثاني الذيبة أتتنا في المركز الثاني عبد الله بن معبد خميس القويس السويدي أيضا ب7:42 أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز للذيبة بينما المركز الثالث كان من نصيب العنود العبد الله بن سعيد بن بروك الحميري تهانينا له والناموس على هذا الأداء المميز والجميل وتوقيت الزمن 7:44 جزئين من الثانية تهانينا والناموس أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم أجدد لكم التحية مرة ثانية مع هذه الانطلاقات